بالشبشب هذا. هذا عاش معايا سنة ونص، مع انه الشباشب اصلا وانا في مصر ما كانتش بتعدي معايا نص شهر وبتتقطع وبرمي، بجيب واحد تاني. هذا ربنا يخليهولي. مطعم هيك، مطعم كشري اسمه غباشي، هذا في حلوان، هذا مسمع حلوان، هذا حبيب قلبي هذا الكشري. انا بقول لهم انا لما اروح مصر دخلوني بس في المحل الكشري وهقعد يمكن شهرين ونص باكل. انا كنت بروح في واحد اسمه محمد، واحد اسمه عم ابراهيم، هذا صاحب بابا، بقول له يا عم ابراهيم حط لي واحد كشري وعليه نص ليمونه، بدمن النص ليمونه. ازيك يا بنتي؟ انا عمك ابراهيم. طبعا انا فاكرك انت وبابا وعشتنا كلنا ونعم الادب والبراءه. اوعدك لما تيجي مصر هعمل لك احلى طبق كشري من ايدي ونص الليمون، وبنقول لك خلي بالك من نفسك.